خوله ورفعه حلوه السيد السيد ماشي معدي للاشول الاشول عايز يعدي ويدي الامير امير هوبا لكن جنش وهجمه مرتده يلا رفاع هوبا 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 حلو رفاع امير السيد مغربي الشمال السيد يعدل نفسه بس اطول منه يلا يا رجاله عايزين نكسب الماتش ده التعادل السلبي في الدقيقه العاشره حارس مرمى الرفاعي اهوت وامير خواله السيد ابو اسماعيل والمغربي والضماطي والاشهر اوبا هجمه بس جت ايه في ريح القائم الشمال فرصه ما تعوضش هيندموا على الوقت اللي يضيع يستاهل كابتن شيبه اهوت هيبدا النزول شيبه شيبه بيسخن شيبه هو للنزول يا ترى هينزل مكان مين امير ولا الضماطي فريق قلب السعد هاتها فريق المزيطه يلا والضماطي يلا بقى ضماطي يلا بقى جو يا راجل بره الشبكه من بره وهجمه الجون بتاعنا صاحي يلا يا اولاد نص الملعب عايز يشوط وعادي نفسه بس ده منطق عليه يلا اشوط مغربي يلا مغربي وهجمه يلا سيد اجري يا سيد وهجمه وهجمه يلا يا اولاد يلا يا اولاد هوبا لا والله احلى يا كابتن عمرو الله ينور الكره مع السيد دلوقتي السيد محتار الدلبي الكرة تقيلة على فكرة تقيلة جدا اه تقيلة عايزين كرة خفيفة شوية يا جماعة احنا تعبانين بيتخن هو شيبه وداخل شيبه اهوت يلا يا رجاله وهجمه لسه في كوره جايه في وش الرفاع من شويه والكابتن مربى اهوت لسه طالع من المباراه الله ينور يا كابتن يلا يا شباب وهجمه من فريق حزب السعد يلا على واحد بس واحد بس مش هنلعب امير اهوت ايوه يا ميرو ثانية ثاني هوبا يا راجل عايز يعدي من اول تاني وعدى ويلا يلا وشاط هوبا رفاعي صدها الله الله يا رفاعي هو ده حارس مرمى منتخب مصر محمد الاشول وعايز يعدي الاشول ومعاه السيد وعايز يديها السيد عطاها لمين؟ الامير وامير وهوبا يا امير ضربة ركنية هيلعبها أمير وأمير معاه الكرة وعايز يلعبها جايله أهو السيد السيد يلعبها شاطها جت في واحد وهجمة مرتدة هجمة مرتدة هوبا ضربة ركنية برضه الفريق التاني مرتبك شوية من الضغط وشيبة شيبة بالطن بتاعه الشورت الأسمر البرمودا لا لا الله يقول امسك يا رفاع يا رفاع يا بتاع يا رفاعي ساكر والضماطي والضماطي بيهدي اللعب
بيديها الشيبه. ده معاك ده معاك ده خلي بالك. اعطاها لمين؟ للسيد. السيد عايز يعدي وعدى وعايز يشوط وبيعدي نفسه وقف على كورته. اعطاها لمين؟ محمد الاشهر. والسيد تاني بس ما راهاش لعبه حلوه والله. ماتش جميل جدا. لسه التعادل السلبي 0-0 داخلين في الدقيقه 20 تلت ساعه الشوط الاول. فريق عز بن سعد والله برضو يعني فريق شباب برضو. تمام كابتن محمد ضماطي بيسخن اهوت معاه الكوره اهوت. تمام السيد بيديها لمين؟ يا شباب وقفها بس يا راجل دخل عليها.